بسم الله الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة دارسي مادة الرياضيات، أهلا بكم في برنامج مدرسة على الهواء. احنا في بداية الحلقة، احنا خدنا الحلقة السابقة كانت مراجعة على الديناميكا في اللي احنا درسناها في الصف الثاني الثانوي. النهاردة بداية أول حلقة في منهج الصف الثالث الثانوي. في المنهج في الصف الثالث الثانوي بيتكون من 4 فصول. الفصل الاولاني هو قوانين نيوتن للحركه، وقوانين نيوتن للحركه تشمل كميه الحركه، القانون الاول لنيوتن، القانون الثاني لنيوتن، القانون الثالث لنيوتن. ده الفصل الاول. الفصل الثاني تطبيقات على قوانين نيوتن، بتشمل برضو حركه على مستوى خشن، وبعدين بناخد الفصل الثالث الدفع والتصادم، والفصل الرابع الشغل والقدرة والطاقة. في بداية الحلقة نرحب بالأستاذ محمد الديب، هيبتدي معانا في بداية المنهج بتاع الديناميكا اللي هو قوانين نيوتن الحركة. أهلا بك أستاذ شعبان، أهلا بكل أصدقائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة. زي ما حضرتك تفضلت وأشرت، إحنا منهج الديناميكا السنة دي بتاعنا منهج صغير ولذيذ جدا، شيق جدا في دراسته وممتع جدا في مسائله. والحقيقة دارسي الرياضيات اللي مختارين رياضة بمزاجهم في ثالثة ثانوي، المفترض ان هم اكتر حاجة تمتعهم في رأيي انا في كل الفروع المقررة السنة دي هتكون الرياضيات التطبيقية، وخصوصا بقى في رأيي الديناميك اللي هي فيها قرب كتير جدا من الواقع اللي احنا بنعيشه. عايز نعرف في منهج السنة دي ان شاء الله، زي حضرتك تفضلت قلت، على الاقل مثلا في الباب الرابع وما قبله الباب الثالث، عايزين نعرف الفرق بين قدرة اللمبة اللي بتقاس بالوات وقدرة محرك السيارة اللي بيقاس بالحصان. يا ترى نقدر نربط بين وحدة القياس الحصان بوحدة القياس الوات؟ بالظبط. الشغل اللي بيبذله أي جسم علشان يقطع مسافة وحدته تقاس بإيه؟ يعني أنا في رأيي، ما أعرفش بحدك معايا ولا لأ، إنه أكتر فرع شيق خصوصا للطالب اللي بيحب رياضيات، طالب اللي هيخش كلية الهندسة إن شاء الله مستقبلا، هو اكتر فرع هو فرع الديناميكا. احنا بقى عايزين نستمتع مع بعض النهارده، زي ما حضرتك قلت برضو في اول حلقه من حلقات الديناميكا عندنا السنه دي، بعد حلقه المراجعه اللي عملناها الاسبوع اللي قبل اللي فات في الباب الاول. الباب الاول من الابواب الكبيره في منهاجنا، حضرتك تفضلت برضو قلت انه بيتكون من شقين. الشق الاول دراسه كميه التحرك او كميه الحركه، يليها مجموعه قوانين نيوتن للحركه، 3 قوانين. احنا مش هنضيع وقت، هنستعرض مع بعض مجموعة كبيرة من الأفكار في الحلقة بس النهاردة. في البداية أستاذ محمد، عاوزين نعرف قبل ما نبتدي في كمية الحركة، لازم أعرف كتلة الجسم. طبعا طبعا، بس أنا عايز بس أشير في البداية أنه هنتناقش في كل حاجة، لكن إحنا النهاردة إن شاء الله في حلقتنا هنغطي أكبر كم من مسائل كتاب المدرسة. وهنقول إحنا بنحل رقم كام في تمرين كام، بالإضافة لمجموعة منتقاة كده من مسائل دليل التقويم، اللي هي نماذج الوزارة دليل التقويم، سواء الجديد أو القديم. اتفضل يا فندم. حضرتك عايز تشير الاول قبل ما نخش في بدايه المنهج كميه الحركه لحاجه مهمه جدا، وهي مفهوم الكتله بشكل عام، حتى لو احنا هنتعرض لها في قانون نيوتن الثاني، بس لازم نعرف نشير اليها. اتفضل. الكتله طبعا هي كميه قياسيه تتناسب مع وزن الجسم، بشرط ان يكون الاوزان مقاسه في مكان واحد. ده تعريف الكتله اصلا. يبقى الكتله كميه قياسيه. طيب، واحنا يمكن اشرنا قبل كده للفرق الاساسي في حصه المراجعه او في حلقه المراجعه بين الكمية القياسية بشكل عام والكمية المتجهة، وقلنا ان الكمية المتجهة يلزم لتعيينها مقدارها وكمان اتجاهها، زي قوة الشد مثلا. فلازم يبقى الكتلة هنا. طب كتلة اي جسم بيساوي مجموع الكتل المكونة لهذا الجسم. يعني مثلا سيارة كتلتها تتكون من ايه؟ من الموتور والبادي بتاعها ولو في اشخاص داخل السيارة يبقى اسمها كلها كتلة السيارة. الكتلة ممكن تكون ثابتة والكتلة ممكن تكون متغيرة. ممكن. كتلة متغيرة زي يعني الكتلة ثابتة معروف، سيارة كتلتها كذا، 5 طن، 3 طن، 2 طن، يبقى الكتلة هنا ثابتة. إنما في كتل متغيرة، زي ما يقول لك إيه، صاروخ، يبقى كتلته بتتغير من لحظة لأخرى. يعني طول ما هو طالع بينفس الغاز منه. كتلة الصاروخ اصلا تتكون من الجسم بتاعته اللي هو الاغلفه والوقود. يبقى كل ما الوقود يحترق كل ما كتلة الصاروخ بتتغير من لحظه الى اخرى اثناء صعوده. برضو قطره الميه وهي نازله
بيحصل الاتي، ان بيبقى في شوائب بتعلق بيها، يبقى كتله قطره الميه بتتغير من لحظه لاخرى. لذلك بنقول ايه بقى؟ التغير في الكتله او الزياده في الكتله او النقص في الكتله بيساوي المعدل في الزمن. يبقى الزياده في الكتله بيساوي المعدل او التغير في الكتله بمعنى اصح المعدل في الزمن. ممكن يكون معدل بالزياده، ممكن يكون معدل بالنقصان. يعني اما وانه الشيء بالشيء يذكر، حضرتك دلوقتي قلت قطره المياه. ده احنا مش بس قطره المياه هي اللي ممكن كتلتها تتغير، ده ممكن جسم ساقط الى سطح الارض تتراكم عليه قطرات الندى اثناء هبوطه، فيصبح هذا الجسم في حد ذاته كتلته متغيره، لانه طول ما هو شغال بينزل متحرك لاسفل تتراكم عليه قطرات الندى. دي مساله عندنا في كتاب المدرسه بالمناسبه. يبقى نعرف كده، يبقى التغير في الكتله بيساوي المعدل في الزمن. يعني تخيل مثلا حضرتك معايا كده انه الجسم اللي انا بشير اليه ده كتلته 20 جرام، وكان قطرات الندى زي المثال اللي قلناه من شويه تتراكم عليه بمعدل 2 من 100 مللي جرام كل ثانيه. يبقى هو كتلته كانت كام؟ 20. تتراكم عليه قطرات الندى بمعدل 2 من 100 مللي جرام كل ثانيه، او 2 من 100 جرام ايا كان. يبقى يا ترى كتلته عند اي لحظه زمنيه بتساوي ايه؟ يبقى 2 من 100 في نون. لا، كتلته عند اي زائد. ما ده اسمه بنقول كده الزياده في الكتله. يعني احنا لسه ما بدناش ولا حاجه، بندردش مع بعض. دردشه مهمه قوي. احنا قلنا لو كتلته، احنا لسه ما بدأناش في اي حاجة في الشغل. لو كتلة الجسم ده 20 جرام. تمام. وفرضنا جدلا في هذا النقاش الظريف جدا انه تتراكم عليه قطرات الندى ولكن بمعدل 2 من 100 ملي جرام كل ثانية. يبقى كتلته عند اي لحظة زمنية، الكتلة الكلية عند اي لحظة زمنية تساوي العشرين زائد 2 من 100 نون. لا بس استنى بقى، ده جرام، ده مللي جرام. ستك بتقول ان لازم اقسم على 1000. هل ال 20 دي هسيبها 20؟ لا. يبقى بالتالي يبقى لازم، ما ده اللي انا عايز اشير اليه بقى. هل هقول له 20 زائد 2 من 100 واسكت؟ المبدا اللي حضرتك قلته اني هضرب المعدل في الزمن. لكن اللي قبل الضرب اعمل ايه؟ لازم المعدل يكون بالجرام او بالمللي جرام. لا يعني اقصد اوحد الوحدات. أيوة. يا اما المعدل يكون بالجرام يا اما الكتله بالملي جرام. طب احنا قلنا الملي جرام ايه علاقته بالجرام؟ يبقى يعني الجرام عندنا يعني ال 20 دي ما سيبهاش 20، لا اضربها في 10 اس 3. يبقى ال 20 تبقى صح جرام. امتى؟ لما اقول له 20 في 10 اس 3 مجموع عليها 2 من 100 نون. يبقى الفكره مش بس ان انا اخد الكتله واضيف عليها المعدل في الزمن بعد ما وحد الايه. كلام جميل. واحنا عندنا وحدات قياس الكتله اصلا في الطن. لا ده هنتكلم فيها بالتفصيل. في الطن وكيلو جرام وجرام والملي جرام. كلام جميل. تمام كده. ده يبقى لازم نعرف. يعني احنا في الخمس دقائق اللي فاتوا كنا بنتكلم عن معنى الكتله، وانه الجسم قد يتكون من مجموعه من الكتل تشكل كتلته الكليه او محصله الكتله بتاعته. تمام. نيجي بعد كده بقى نخش بقى في الشغل بتاعنا. طيب احنا زي ما قلنا قبل ما نخش في المسائل نعرف بس اول معلومه مهمه في هذا الباب الاول، وهي معانا اهي، هي معنى كميه التحرك او معنى كميه الحركه. معانا اهي بتقول انه متجه كميه الحركه. اذا انا ما قبل ما اكمل لسه ما قلتش حاجه، استنتجت يا استاذ شعبان انه كميه الحركه دي مش كميه قياسيه، لا كميه متجهه. واضح اهو من الكلام، بتكلم عن متجه كميه الحركه. احنا لسه هنشوف مع بعض. اذا متجه كميه الحركه ده ما هو الا حاصل ضرب كتله الجسم في متجه سرعته. اذا متجه كميه الحركه هو حاصل ضرب كتله الجسم في سرعته. نرمز ليه بالرمز ميم متجه فيما يعرف بمتجه كميه الحركه، اللي قانونه واضح معانا اهو، يساوي حاصل ضرب كتله الجسم في متجه السرعه. طب يا ترى يا استاذ شعبان، بما انه الديناميكا سرها الاساسي الوحدات غير الاستاتيكا خالص، يا ترى متجه كميه الحركه اللي احنا قلنا كتله في ايه؟ في سرعه، متجه سرعه، تبقى يا ترى وحداته ايه؟ اكيد وحده كتله في وحده. في حاجه بعد كده القياس الجبري لكميه الحركه. ايوه، يبقى كف عين. حلو. يبقى في فرق بين قياس جبري طبعا والمتجه، ومتجه كميه الحركه. يبقى كف عين. يبقى وحده كتله في وحده ايه؟ سرعه. اذا وحده قياس كميه التحرك او كميه الحركه ما هي الا وحده كتله في وحده سرعه. زي ايه مثلا؟ هنشوف مع بعض. ممكن الكتله تكون بالجرام والسرعه بالسنتيمتر على الثانيه. يبقى جرام سنتيمتر على الثانيه. وممكن الكتله تكون كبيره شويه بالكيلو جرام والسرعه بالمتر على الثانيه.
والطن وكيلو متر على وممكن الساعة. كمان الكتلة تكون هو بالطن، عادة كيلو متر الصحابة على الساعة. الجرام دائما يرتبط بالسنتيمتر على الثانية، جميل، والكيلو جرام يرتبط بالمتر على الثانية. تمام، لازم الطلبة تتعود على كده، إذا الجرام بيرتبط بالسنتيمتر على الثانية والكيلو جرام يرتبط بالمتر على الثانية، عشان هنخش كام ده في الوحدات قدام شوية. لا، ده الديناميكا كلها وحدات. آه. انا بقى عايز ابدا مع بعض كده واحده واحده في مجموعه منتقاه من مسائل كتاب المدرسه زي ما اتفقنا. اولها المساله اللي هتظهر معانا ودي رقم 7 في تمارين واحد واحد، اللي هي مساله بتقول لك بسيطه على كميه الحركه. اتفضل. اللي هي تركت كره من المطاط ايوه كتلتها 100 جرام ايوه لتسقط من ارتفاع 40 سم حلو على ارض افقيه، فإذا علم أن الكرة ترتد بعد كل صدمة إلى ربع الارتفاع الذي تسقط منه، يعني هي بتسقط من ارتفاع كام؟ 40 سم 40 سم بترتد ربع الارتفاع اللي بتسقط منه. في كل مرة. اوجد مقدار التغير في كمية حركتها قبل وبعد الصدمة الثانية مباشرة. كلام جميل. يعني زي ما حضرتك قلت كده، الكرة دي اللي كتلتها 100 جرام سقطت من الأصل من ارتفاع 40 40، سم ده الأصل. كل ما هتسقط هتخبط في الارض وترتد، بس ترتد لحد فين؟ ربع الارتفاع اللي سقطت منه. ما هو في حاجه يا استاذ محمد، اتفضل. الكره كمان هترتد، عمرها ما هترتد بالسرعه توصل فيها الارض. يعني هو بالتاكيد اول ما هتخبط في الارض بسرعه هتطلع من تحت لفوق اثناء الارتداد بسرعه تانية، واكيد اقل طبعا. ما لو ارتدت بنفس السرعه كانت توصل نفس الارتفاع، ولانه اول ما هتلمس الارض هتفقد بالتاكيد جزء من سرعتها اللي هو الصدمه تمتص جزء من الايه. حلو قوي. طب تيجي نرسم بقى عشان نوضح اكتر الكلام ده عمليا. انا هوضح الاول تحت المساله واحده واحده كده. اهي الكوره اللي كتلتها 100 جرام، وهنفترض مع بعض انها سقطت في الاتجاه ده من اعلى الى اسفل، وصلت سطح الارض. لما وصلت سطح الارض وصلت بسرعه، لكن ارتدت مباشرة إلى ربع الارتفاع اللي سقطت منه. يبقى طب هي كلمة سقطت دي تعني إيه في الأول خالص يا أستاذ شعبان؟ الكتلة 100 جرام سقطت، يعني سقطت من سكون، يعني سرعتها اللي في الابتدائية بكام؟ بصفر. بصفر. من ارتفاع قد إيه؟ إداهولنا في المعطيات المسافة اللي سقطت منها 40 سنتيمتر. هتصل إلى سطح الأرض بسرعة؟ ما نعرفهاش. مش عارف. لكن لسه هنتكلم عن الصدمة الثانية. طب هو اللي أنا بشاور عليه ده يمثل أنهي صدمة؟ لا، دي الصدمة الأولى. هي هتطلع من تحت لفوق إلى ربع الارتفاع اللي سقطت منه، يعني إلى ارتفاع 10 سنتيمتر، علشان تنزل وتصطدم مرة أخرى بالأرض، علشان نعتبر هذه الصدمة هي الصدمة الثانية. طب لما هتصطدم أستاذ شعبان بسطح الارض للمرة التانية هترتد ولا مش هترتد؟ هترتد. طب يا ترى هترتد الى العشرة سنتي ولا اقل؟ اتنين ونص. ربع العشرة، يعني المرة دي هتطلع من تحت لفوق مسافة 2.5 سنتي، لحد ما يحصل لها ايه بعد الاتنين ونص سنتي يا استاذ شعبان؟ هتسكن مرة تانية. وبعدين تنزل لحظيا تاني. وتفضل بقى طالعة ونازلة، لكن انا اللي يعنيني قبل وبعد الصدمة الثانية اللي هي واضحة قدامنا على الشاشة دلوقتي. يبقى عاوز يجيب السرعة قبل الصدمة الثانية. أيوة. اللي هو اللي انا بشاور عليها دي. قبل الصدمة الثانية، اول ما تلمس الارض، ثم وهي طالعة من تحت لفوق. طبعا انا رسمها كده بعيدة عن بعضها يا استاذ شعبان، لكن هي في الاول وفي الاخر نازلة في نفس الاتجاه الرأس. طب نكتب معطياتنا مع بعض، الكتلة، ونظبط الوحدات واحنا شغالين لو محتاجة تظبيط. الكتلة قد ايه؟ 100 جرام. طب عايز تخليها امتى كيلو جرام؟ انا ما عنديش مانع. عايز تمشيها كلها بنفس الوحده؟ انا ما عنديش مانع. في الاخر قال لك خليها طالما طلب جرام سنتيمتر على الثانيه، انا ما عنديش مانع. طيب. لكن لو عايز تخليها بالكيلو جرام ولما الناتج يطلع بالمتر ترجعه انت حر، عايز تلعب انت حر بقى. مشيها كلها كده بال 100 جرام، ما يجراش اي حاجه. الكتله 100 جرام، وهسمي بعد اذنك يا استاذ شعبان سرعه الكوره قبل الصدمه الثانيه، يعني عند النقطه اللي انا بشاور عليها، هي السرعه عين واحد. سرعه الكوره قبل الصدمه الثانيه. اذا معادله الحركه يبقى شكلها ايه؟ عين تربيع تساوي عين صفر تربيع زائد 2 دال ف. يبقى نقول له ده كلام جميل. قبل الصدمه الثانيه. حلو. اللي انا بشاور عليها ايه؟ قبل الصدمه الثانيه مباشره، معادله الحركه عين تربيع تساوي عين صفر تربيع زائد 2 دال ف. زائد لانها نازله. طب العين دي انا عشان نازل بعجله الجاذبيه الارضيه تحت تاثير وزنه فقط. وبس لا، قبل العجله، هو العين اللي انا بشاور عليها ده يا استاذ شعبان عين ولا عين واحد؟
لا انا اسالك بقى، انت العين عاوز دي السرعه، لحظه التصادم بالارض اسمها عين واحد. يبقى احنا سميناها عين واحد ممكن. تربيه. هسالك مره تانية، اسمح لي يعني، العين صفر دي موجوده ولا مش موجوده؟ سكن. لا انا بشاور عليها اهو. ايوه. هو الجسم يا استاذ محمد لما ارتد سكن لحظيا يعني طلع وبعدين لحد ابتدى اقصى ينزل. ارتفاع اللي هو الاثنين ونص ده، او الاقصى ارتفاع اللي هو العشرة قبلها، ثم سكن قبل ما ينزل. يعني سرعته وهو نازل الابتدائيه. ما جاوبتنيش برضه، هربت من السؤال. لا يبقى عين صفر بصفر. ايوه صفر زائد. طبعا انا يا استاذ بهزر طبعا. محمد، يا استاذ محمد، ما هو سكن لحظيا حلو. لما يبتدي وهو نازل هيبتدي بسرعه ابتدائيه بصفر. طب نكمل؟ كمل. اسالك برضه اتنين دال. طب الدال بكام؟ لا بتسعه. طب ما تخليها بالسنتيمتر نخليها عشان بوحدات تخليها صغيره، بالسنتيمتر. مفيش مانع نخليها اتنين في الدال 980. في في 10. المسافه برضه هننزلها بالوحدات الصغيره، يا ترى يبقى المسافه عشرة. بكام؟ نزلها ب 10. اذا عين واحد تربيع باستخدام الاله، 2 في 980 في 10. اذا باستخدام الاله بعد ما احطها تحت الجذر يطلع عين واحد ب 196 96 سنتيمتر سنتيمتر على على الثانيه. السنة. ايه بقى العين واحد دي؟ سرعه وصول الكره الى سطح الارض، او سرعتها قبل الصدمه الثانيه مباشرة. مباشره. طب عايز بقى اشوف وهي طالعه من تحت لفوق، هنسمي السرعه اللي بعدها ايه؟ تعال هتمتد نسميها بقى عين بسرعة اتنين. تانية اسمها عين اتنين. وهي طالعه يا استاذ شعبان، وبرضه هسالك، طالعه من تحت لفوق، استخدم انهي معادله؟ نفس المعادله، بس التظبيط بقى في المعادله، العين النهائيه المره دي بكام؟ هي بصفر. بصفر، لانها طالعه من تحت لفوق الى ان سكنت لحظيا. يبقى سرعتها النهائيه بكام؟ بصفر. طب الابتدائيه نسميها ايه؟ عين عين اتنين. اتنين تربيع. زائد ولا ناقص؟ والله براحتك، لو هتكتب زائد تبقى الدال ناقص 980، لو تاخدها من الاول ناقص مفيش مانع، يبقى ناقص 2 في 980 في المسافه المره دي بكام بالسنتي؟ اتنين ونص. 2.5 سنتيمتر. برضه هنستعين بالاله الحاسبه علشان نكتشف ان هذه السرعه تساوي، بعد ما احطها تحت الجذر التربيعي، عين 2 تساوي 70 70 سنتيمتر سنتيمتر على على الثانيه. السؤال الاخير والمهم، سرعه وصول الكره الى سطح الارض عين واحد، ثم سرعه ارتدادها قبل وبعد الصدمه الثانيه اصبحوا موجودين. فين المتجه ايه اللي احنا قلنا عليه في دائما الحلقه اللي نخلي فاتت؟ المتجه ايه مع السرعه الثانيه. تعال بقى نخلي المتجه ايه ده، هو المتجه من اسفل الى اعلى، هو ده المتجه اللي هنسميه ايه، او المتجه الموجب. في واحد يقول لي طب انا مثلا مش محتاج اعمل الايه اللي انتوا بتعملوها، وما دام هم نزلوا وارتدوا، او الكره سقطت ثم ارتدت من اسفل الى اعلى، فالتغير يبقى كاف في عين اتنين زي ما فيش مانع، بس انت بقى شغال بس ثانيه ديناميكا هنا واحده بس فاظبط. استاذ محمد هنا اتفضل عشان نظبط الموضوع. اتفضل. احنا عاوزين نجيب التغير في كميه الحركه. معنى في تغير في كميه، في تغير في السرعه، يبقى في تغير في كميه الحركه. طبعا يبقى المفروض التغير في كميه الحركه كميه الحركه بعد ناقص كميه الحركه قبل. كاف في عين بعد ناقص عين كاف. قبل. كل باشارته. فاذا كانوا في اتجاه واحد هيطلع كاف في عين اتنين ناقص كاف في عين واحد. لما ادام الكتله ثابته يبقى كاف في عين اتنين ناقص عين واحد. بينما لو كانوا في اتجاه متضادين، يعني في حاله دول في اتجاه واحد، لا في حاله الارتداد سواء راسي او مش راسي. احنا بنتكلم دلوقتي المفهوم العام اللي هو التغير في كميه الحركه. تمام. طبعا يساوي كميه الحركه بعد ناقص كميه الحركه طبعا قبل. طبعا. فالقاعده بتقول ايه بقى؟ ميم اتنين ناقص ميم واحد. يبقى لو كانت السرعه عين اتنين يبقى كاف عين اتنين ناقص كاف عين واحد. تأكيد. طيب لو خدنا كاف عامل مشترك يبقى التغير في كميه الحركه كاف عين اتنين ناقص عين واحد. طب لو السرعتين في اتجاهين متضادين، واحده موجب والثانيه سالب، فلما بنقول كاف سالب عين سالب اتنين كانها زائد. يبقى كاف عين اتنين زائد عين واحد. يبقى احنا هنا هنستخدم هو عاوز والكلام ده قتل بحثا فين يا استاذ شعبان؟ في قبل كده في السرعات في اتجاهين متضادين في ثانيه ثانوي. اتشرح كتير جدا في تانية ثانوي سرعة النسبية بتاعت جسم بالنسبة لجسم آخر في حالة هما الاثنين في اتجاه واحد أو في اتجاه، بس احنا بنفكر بس الطلبة بيه. تمام. يبقى هنا يبقى التغير في كمية الحركة ايوه يبقى كاف في عين اتنين زائد عين واحد عشان السرعتين في اتجاه متضادين. إذا الخطوة الأخيرة التغير في كمية التحرك أو التغير في كمية الحركة. هجيبه منين؟ من الكلام اللي احنا عملناه، عين اتنين موجودة بعد وعين واحد موجودة قبل، إذا التغير يساوي كاف في عين اتنين زائد عين واحد اللي هي ناقص ناقص. بالتعويض بقى بالارقام اللي عندنا، الكتله كانت بالجرام 100 وعين اتنين كانت طالعه 70 وبعدها عين واحد كانت طالعه 140، بالاله الحاسبه هنلاقي الناتج 21000 وحدته جرام سنتيمتر على الثانيه. كانت مساله بسيطه موجوده يعني عندنا هنا في كتاب عشان المدرسه. نوه للطلبه ايوه ان في فرق بين كميه الحركه والتغير في كميه الحركه. تمام تمام.
تيجي يا استاذ شعبان ننتقل مباشره علشان نلحق ناخد اكبر كم من الافكار اللي احنا محضرينها، كلها بسيطه موجوده في كتاب المدرسه. المساله اللي جايه اطلقت رصاصه، ودي رقم 8 في نفس التمارين، تمارين 1-1. بتقول ايه؟ بيقول لك اطلقت رصاصه كتلتها 50 جرام بسرعه 810 متر على الثانيه نحو جسم خشبي ساكن. كتله هذا الجسم 4 كيلو جرام، فاستقرت فيه رصاصه خبطت في جسم ساكن، هما الاثنين اصبحوا جسم جديد. حصل الى ما استقرت فيه تحركت المجموعه الجديده بعد ذلك بسرعه ما اوجد هذه السرعه. علما هي علما دي اللي هتخلص المساله يا استاذ شعبان، رغم ان انا عارف ومتاكد ان الكلام ده هنستعرضه بالتفصيل فيما بعد اثناء دراستنا لموضوع الدفع والتصادم، بس ده موجود عندنا في كتاب المدرسه على الباب الاول. علما بان ايه بقى؟ ان كميه حركه المجموعه لم تتغير نتيجة التصادم. وأنا الحقيقة هاخد الجملة الأخيرة دي وأستعين بيها في بداية الحل. كمية حركة المجموعة، المجموعة دي تتكون من إيه وإيه يا أستاذ شعبان؟ اللي هو الرصاصة، الرصاصة والجسم اللي الرصاصة خبطت فيه وكونت معاه جسم واحد. طب أنا حابب قوي أرسم الكلام ده يبقى أوضح، لأنه حله بسيط وفي سطرين. أول حاجة الرصاصة اللي عندي كتلتها 50 جرام، مش محتاج أضبط الوحدة دلوقتي، أهي 50 جرام. حصل لها ايه؟ ماشيه بسرعه 810 متر على الثانيه، انا ماشيها في هذا الاتجاه، اذا سرعتها 810 متر على الثانيه. وهعتبر ان المنطقه اللي فوق دي قبل الاصطدام او قبل التصادم. ماشيه في هذه الوجهه الى ان اصطدمت بجسم خشبي ساكن، هو ده الجسم الساكن اللي مديني كتلته 4 كيلو جرام. كلام جميل. حصل ايه؟ هما الاثنين اصبحوا بعد التصادم جسما واحدا. فين الجسم اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ اهو دي الكتله ودي الرصاصه اللي استقرت داخل الكتله الخشبيه. اصبح عندي الكتله الكليه الجديده هي مجموع الكتلتين 50 جرام ومضافا اليها ال 4 كيلو جرام. لحد كده ما عنديش اي مشكله، بس انا مش عارف السرعه الجديدة بتاعة الجسم المتولد بعد التصادم يا ترى بكام، وهو ده الحقيقة المطلوب إيجاده. طب يا ترى الجسم 4 كيلو جرام كان متحرك ولا ساكن؟ لا كان ساكن، واعتمادي الأساسي طبعا سرعته بصفر، اعتمادي الأساسي زي ما اتفقنا أن كمية الحركة لم تتغير. ده معناه إيه يا أستاذ شعبان؟ أن مجموع كمية الحركة، أن مجموع كمية الحركة قبل التصادم يساوي كمية حركة المجموعة بعد التصادم. اللي هو ساعات حتى بنقول عليه مجموع كمية الحركة قبل التصادم بيساوي مجموع كمية الحركة بعد التصادم، والجملة دي هتقابلنا في درس اسمه التصادم. أيوه تيجي نكتب؟ بما ان مجموع كميتي الحركه قبل التصادم بيساوي كميه حركه المجموعه بعد التصادم تساوي كميه حركه المجموعه بعد التصادم، ده المعطى اللي ادهولي في الاخر. طبعا اذا كميه الحركه بتساوي ايه؟ كتله في سرعه. اذا نبدا بالاولى، بس هل الوحدات دي تعجب حضرتك يا استاذ؟ لا الكلام بالجرام ولا فيها قلق؟ فيها قلق طبعا، مفيش حاجه اسمها جرام وجنبها متر على الثانيه. يا اما نخلي الجرام ده كيلو جرام حتى يبقى زي الاربعه، يا اما نغير الكيلو جرام جرام، والافضل طبعا نخلي ال 50 دي 50 على 1000. اذا كميه حركه الرصاصه كتله في سرعه، يعني 50 على 1000 في السرعه بالمتر على الثانيه 810، زائد كميه حركه الجسم 4 كيلو جرام، وده طبعا 4 في 0 لانه كان ساكنا، يساوي كمية حركة الجسم المتولد، يعني كتلته 4 كيلو جرام زائد 50 من 1000 يعني 5 من 100، إذا الكتلة الكلية 4 و5 من 100 في السرعة المطلوب الحصول عليها. إذا عملية حسابية بسيطة مش هنضيع وقت فيها لأنها سهلة بالآلة الحاسبة، يطلع لي 40.5 من 10 بيساوي 4 و5 من 100 في السرعة المطلوب الحصول عليها. إذا بمنتهى البساطة السرعة المطلوبة سرعة الجسم بعد التصادم ب 10 متر على الثانية. أعتقد الموضوع بسيط جدا، والمسألة موجودة عندنا في كتاب المدرسة. ومنها ننتقل مباشرة مسألة تانية بقى بتقول إيه؟ مسألة مدخلين فيها بقى برضو من كتاب مدرستنا رقم 9 في تمارين 1-1، مدخل فيها السرعة النسبية اللي درسناها في تانية سنة. شوفها مع بعض كده. بتقول أطلق مدفع مضاد للدبابات قذيفة كتلتها 1 كيلو جرام. مدفع مضاد للدبابات أطلق قذيفة
كتلتها 1 كيلو جرام حلو بسرعه 300 متر على الثانيه. جميل. في اتجاه دبابه مدفع تتحرك في اتجاه دبابه تتحرك نحو المدفع. يعني اطلقنا القذيفه والدبابه بتتحرك نحو الايه المدفع. حلو. يبقى هنا سرعتين في اتجاهين متضادين بسرعه 60 كيلومتر على الساعه دي الدبابه. يبقى عندنا سرعه القذيفه اصلا بتساوي 300 متر على الثانية. حلو. نكتب طيب الكلام ده واحنا بنقرا حتى المسألة كده مع بعض. كتلة الدبابة القذيفة في الأول كتلة القذيفة 1 كيلو جرام مديهالي 1 كيلو جرام وسرعة القذيفة عند قافة ثانية عند قافة ثانية ومديني كمان سرعة القذيفة أهي سرعة القذيفة عند قاف هتساوي 300 دي المعطيات ما بنعملش حاجة يعني 300 متر على الثانية. طب سرعة الدبابة يا ترى أخبارها إيه موجودة ولا مش موجودة؟ سرعة الدبابة 60 كيلومتر على الساعة حولها تعالى نسميها عين الدبابة بيساوي هو مدالي 60 كيلومتر على الساعة ممكن أنا أضربها في 5 على 18 تبقى 60 في 5 على 18 بوحدة المتر على الثانية. حلو. طيب إيه المطلوب ما كملناش قراية على فكرة عايز مقدار كمية الحركة المطلقة للقذيفة إيه المطلقة دي يعني مش بالنسبة للدبابة فقط. يعني هو عايز في الاول كمية حركة القذيفة بصرف النظر عن الدبابة اللي متجهة ناحيه طب نجيب كمية حركة هذه القذيفة المطلقة يبقى كمية الحركة ميم بتساوي الكتلة في السرعة كتلتها مدهالي بتساوي واحد والسرعة برضو مدهالي 300 اذا كمية الحركة ب 300 وحدتها كيلو جرام متر على الثانية. اسمها كمية دي بقى المطلقة للقذيفة. دي المطلقة. هو هيكتفي بكده اكيد لا. شوف قال ايه بقى كمان عايز كمان مقدار كمية حركتها بالنسبة للدبابة. يبقى لازم وقارن بينهم اكيد مختلفين هنشوف. يبقى لازم اجيب سرعة القذيفة بالنسبة للدبابة. انا عشان اجيب كمية حركة القذيفة بالنسبة للدبابة لازم اجيب سرعة القذيفة بالنسبة للدبابة. ودول في اتجاه متضادين هم في اتجاهين متضادين يبقى اعمل اطرح ولا اجمع اجمع طب. كلام جميل ولسه قايلينه من شويه اذا سرعه يبقى البدايه بتاعتي سرعه القذيفه بالنسبه للدبابه يبقى يا ترى بتساوي ايه سرعه القذيفه بالنسبه للدبابه تساوي سرعه القذيفه زائد سرعه الدبابه لان هم ماشيين في اتجاهين متضادين. بعد ما ظبطنا الوحدات طبعا الكلام ده هيساوي 300 زائد الستين في خمسة على 18 هيطلع كاب بمساعدة الآلة على طول 316 وسبعة وستين من مية متر على الثانية. ده معناه بالضرورة انه كمية حركة القذيفة بالنسبة للدبابة هو كتلة القذيفة طبعا في سرعة القذيفة بالنسبة لهذه الدبابة. اذا كمية حركة القذيفة بالنسبة للدبابة اللي انا هأشير اليها بميم داش عشان تبقى مختلفة عن ميم اللي جبناها من شوية تساوي ايوة ممكن نقول بالعربي كمية حركة القذيفة بالنسبة للدبابة هتساوي ايه بقى كتلة القذيفة 1 كيلوجرام في السرعة النسبية لسه مطلعينها 316 و7 و60 من 100 اذا الناتج 316 و7 و60 من 100 وحدتها كيلو جرام في متر على الثانية. كانت مسألة بسيطة جدا استاذ شعبان موجودة عندنا طبعا في كتاب المدرسة وانا حابب هنرجع للكلام ده تاني لانه كمية الحركة دي هتخش معانا مش بس في قوانين نيوتن ده حتى في الدفع والتصادم وانا احب برضو قبل ما نخش في قانون نيوتن الاول اسأل حضرتك استاذ شعبان هو الكلام اللي بنقوله في حلقة النهاردة ده واللي لسه هنكمله مع بعض هينتهي بنهاية الحلقة في الديناميكا لا طبعا لا ده الديناميكا دي فيها ميزة رهيبة مرتبطة ببعضها ان من اول حلقة لحد اخر حلقة هتكتشف انه الكلام بيتكرر وبيتعاد بنكبر شوية المطلوب بنكبر شوية المعطيات لكن اصل الشغل هو هو مش كده ولا ايه نفس الوحدات ولذلك احنا هنخش على طول واحنا في منتهى الاطمئنان لانه اللي فات ده هيتعاد تاني مرة واثنين وثلاثة في بقية الدروس اللي عندنا لكن عايز ابدأ في موضوع مهم جدا يعتبر اول موضوعات منهجنا في الديناميكا هو قانون نيوتن الاول الحقيقة نيوتن عنده في المنهج ثلاث قوانين يا استاذ شعبان القانون الاول بيقول ايه كل جسم ده الصيغة لازم نعرفها مبدئيا كل جسم يبقى على حالته من حيث السكون او الحركة المنتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوى خارجية تغير من حاله ده نص قانون نيوتن الاول اللي يفضل الطالب برضو يبقى عارفه قبل الصيغه الرياضيه يعني عاوز اقول لك ايه يعني اتفضل القانون الاول كل جسم يبقى على حالته من حيث
السكون او الحركه المنتصف. طب ممكن لحظه، احنا اشرنا قبل كده بس محتاجين نعيد مره تانية النهارده. ايه الفرق بين الحركه المنتظمه والحركه منتظمه التغير واخيرا الحركه المتغيره؟ واحنا بنشير للكلام المهم قوي ده دلوقتي، عايز كمان افرق بينه وبين الكلام اللي درسناه وخلص في تانية ثانوي، الحركه المتسارعه والحركه التقصيريه. انا الكلام ده بعد اذن حضرتك يا استاذ شعبان طبعا، يعني عايز اعتبر نفسي خدته في تانية ثانوي وانتهى، وبعد اذنك يعني وافتح صفحه جديده، عايز اعرف بقى دلوقتي على نظافه الحركه المنتظمه والحركه منتظمه التغير والحركه المتغيره. الحركه المنتظمه، الحركه المنتظمه ان الجسم بيتوفر شرطين، ان الجسم سرعته تبقى ثابته وفي اتجاه ثابت. سرعته معنى ايه سرعته ثابته؟ ان يقطع مسافات متساويه في فترات زمنيه متساويه. يعني الحركه المنتظمه لما يبقى الجسم عجلته، لا سيبك من العجله، احنا ما جبناش العجله، مش عايز تقول العجله بصفر دلوقتي. لا دلوقتي لا. طب واحده واحده، الحركه المنتظمه توفر شرطين. حلو. السرعه ثابته. يعني ايه سرعه ثابته؟ يعني يقطع مسافات متساويه بفترات زمنيه متساويه. انا حابب بس اخد رايك في حاجه. هو لما الجسم يقطع مسافات في ازمنه اللي حضرتك بتشير اليها دي، يعني تصبح سرعته ثابته، السرعه ما بتتغيرش. بس هنا بقى مسافات في فترات زمنيه متساويه. مظبوط. بمعنى طب ما يعني اسال سؤال، هو لما تبقى سرعته ثابته ما بتتغيرش، تبقى عجلته ايه؟ بصفر. ما اصل في حاجه هنا، اصل تعريض حضرتك يعني قانون نيوتن الاول ده لسه هنشرحه دلوقتي مع بعض. انما انا بعتبر كلمه السر فيه ان الجسم يتحرك بحركه منتظمه، يعني العجله بتاعته مفيش بصفر، مفيش يعني بصفر. ليه يعني هو مفهوم العجله ايه؟ معدل تغير السرعه بالنسبه للزمن. معروف العجله هو لو عجله منتظمه، ما في عجله في عجله وفي عجله منتظمه طبعا. العجله المنتظمه هي ايه مفهومها؟ هو التغير الثابت في طرف السرعه. ان السرعه بتتغير بمقادير متساويه في فترات زمنيه متساويه. فبقول الجسم ماشي بعجله منتظمه. تمام. حركه متغيره يبقى الجسم بيتحرك صح، السرعه بتتغير. ايوه. بس مش مش بفترات متساويه. تمام كده؟ يعني السرعه بتتغير مش بمقادير مش مقادير متساويه في فترات زمنيه متساويه. نرجع لسؤالنا. الحركه المنتظمه عجله بصفر، الحركه منتظمه التغير، حضرتك هتقول بالتفصيل طبعا بس مبدئيا مبدئيا عناوين، الحركه المنتظمه يعني مفيش عجله، العجله بصفر، الحركه منتظمه التغير يعني العجله بثابت سواء موجب او ثابت، الحركه متغيره يعني العجله داله في الزمن، العجله نفسها بتتغير. اتفضل يا فندم. اصل في طلبه يبقوا ثلاث حاجات اهم. في طلبه مش فاهم يعني مثلا بقول لك جسم يتحرك بعجله مقدارها 5 متر على الثانيه تربيع. معناها ايه؟ ان سرعته بتتغير بمقدار 5 متر على الثانية كل ثانية. كل ثانية. لذلك بنقول 5 متر. عشان كده وحدتها متر على الثانية تربيع. تربيع. حلو. معناها كده. تمام. لو عندنا سرعته ثابتة يبقى السرعة ما بتتغيرش. طبعًا. وبالتالي يبقى العجلة بكام؟ بصفر. حلو. أدي السبب. السرعة ثابتة يعني لا بتزيد ولا بتقل. حلو. ولازم في حاجة شرط تاني إن المسار خط مستقيم، اتجاه أيوة. ثابت يعني المسار خط مستقيم. أيوه. فهنا في قانون الاول بقول لك ايه؟ كل جسم يبقى على. طب ما قبل النيوتن الاول طالما قلنا بقى الفرق بين الثلاثه دول نكتب نقولهم. الحركه منتظمه والحركه منتظمه التغير واخيرا الحركه المتغيره. قلنا الفرق الاساسي بينهم في موضوع الايه؟ ان الحركه المنتظمه العجله سرعته ثابته وبالتالي يبقى العجله بصفر. تمام. اذا واضحه ايه؟ يعني في الحركة المنتظمة سرعة ثابتة، ومدام السرعة ثابتة يعني مفيش عجلة، يعني العجلة بصفر. يقال على الجسم في هذه الحالة يتحرك بحركة منتظمة. طب لو العجلة ثابت سواء موجب أو سالب يبقى ماشي بحركة منتظمة. يعني متر 5 متر أو تسارع أو تقصير، إذا الحركة منتظمة التغير. وأخيرا لو العجلة شخصيا مش بخمسة ولا بناقص خمسة. خمسة يعني بتتوقف على الزمن. بتتغير بالتغير الزمن. حتى بص العجله بتتغير بتغير الزمن. اذا الجسم يتحرك حركه متغيره. ده كلام مبدئيا نعرفه قبل ما نبدا في قانون نيوتن الاول اللي احنا ذكرنا منطوقه لفظيا، لكن عايزين نخش عمليا كمعادلات نشوف كده. بس الاول نفهمه يا استاذ محمد. اتفضل يا فندم. معنى الجسم ان القانون ان الجسم الساكن يظل ساكن والمتحرك يظل متحركا.
في حاجة هنا بنستنتجها هو طب قبل هو يظل متحركا وخلاص بسرعة منتظمة. ما لم ما استنى بقى، الجسم الساكن يظل ساكن والمتحرك والمحرك يفضل، ايه لحد اللي بيغيره؟ عامل خارجي بقى، اسمه مقاومة قوة رياح، بقى. مقاومة هاء. لذلك بنقدر نعرف القوة من قوة الأول. هو كل مؤثر يعمل على على تغيير حالة الجسم من من سكون إلى أو حركة منتظمة. تمام. يعني اللي بيغير حالة ده الجسم بتتكلم عن الساكن القوة. قوة، اللي بيغير حالة الجسم وتحرك حركة منتظمة قوة. حلو. لذلك الجسم الساكن والمتحرك حركة منتظمة محصلة القوة المؤثرة عليه بصفر. محصلة القوة دي حضرتك تقصد بيها مش بس القوة قاف، لا لا القوة ربما تكون مجموعة من القوة قاف واحد قاف اتنين قاف تلاتة، ربما داخل فيها كمان قوة مقاومة، كل شوف القوة بقى، المؤثرة عليه لا شو تلاشت مع بعضها. اصل عادة اي جسم بيأثر عليه مجموعتين من القوة، ايوه مجموعة بتحاول تحركه تساعد على حركته، او مجموعة بتقاوم حركته. تعوق الحركة. طول ما الجسم ساكن مجموعة القوة بتساوي مجموعة المقاومات، وطول ما هو برضه متحرك بحركة منتظمة يعني بسرعة منتظمة بدون عجلة، أكيد مجموعة القوة بتساوي مجموعة ليه؟ القوة. لو القوة زادت كان يمشي بعجلة، ولو قلت برضه ماشي بعجلة، انما طول ما كان ماشي يمشي بسرعة بتقصير. منتظمة مجموعة القوة بتساوي تمام، مجموعة المقاومات. حلو قوي. بناء عليه بقى انت ست بتقول عاوز نعمل معادلات حركة. لا بس قبل معادلة الحركة، لا حابب زي ما قلنا كده المنطوق اللفظي بتاع قانون نيوتن الأول، حضرتك قلت عايزين نفهمه، احنا طبعا هنفهمه بالتدريج واحنا شغالين في معادلات وأمثلة، لكن من الآخر كده كل جسم يبقى على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوى خارجية تغير من حالته، يعني الجسم اللي ماشي في حاله طالما ما تأثرش بأي عائق مقاومة هواء أو احتكاك أو خلافه هيظل ماشي طالما ماشي بسرعة إيه؟ منتظمة. والجسم اللي قاعد محترم وساكن في حاله لن يتحرك، هيظل ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة تجعله يتحرك. اللي بيفضل قاعد هيفضل قاعد، واللي ماشي بسرعة منتظمة هيفضل يبقى ماشي الاثنين بسرعة منتظمة. يعني بيقول لك كده ان الجسم الساكن والجسم المتحرك حركة منتظمة بيتعاملوا معاملة واحدة، ان أيوه محصلة القوة المؤثرة عليه بصفر. كلام جميل، وعلى فكرة الجسم الساكن اللي احنا كنا شغالين فيه خدناه في قوة الاحتكاك مظبوط في الاستاتيكا. قبل. الجسم ساكنا ايوه يعني في حالة اتزان نهائي فقلنا مركبة السينات كلها بصفر صفر، والمركبات نفس الصوديه بصفر الكلام هنا. لانه متزن. نشوف مع بعض كده اول رسمه عندنا بقى، بنقول في قانون نيوتن الاول مجموعه كده من الملحوظات نقدر نستوعب بيها اكتر موضوع هذا القانون الاول. اذا كان الجسم يتحرك معانا اهي بسرعه منتظمه على مستوى افقي، هو حضرتك هتشرح لنا النهارده كمان لو الجسم متحرك بسرعه منتظمه على مستوى مائل، طبعا كل الاوضاع لازم نشوفها، لكن الرسمه واضحه قدامنا، جسم موضوع على مستوى افقي متاثر بقوه افقيه قاف، والناحيه الثانيه في مقاومه تعوقه عن الحركه، وانا هكتب على سهم اللي بيحدد اتجاه الحركه عين ميم فيما يعرف بالسرعه المنتظمه. أما وإن الجسم يتحرك بسرعة منتظمة في هذه الوجهة، القوة مع الحركة، المقاومة عكس الحركة، إذن مفهوم معادلة الحركة في هذه الحالة وفقا لقانون نيوتن الأول هي قاف تساوي ميم. ما احنا قلنا إيه؟ محصلة القوة بصفر، يعني لو حتى شغلناها زي ما كنا بنعمل في الاستاتيكا. أيوه. س بصفر وص بصفر. مظبوط. يبقى قاف ناقص ميم بتساوي صفر على قاف بتساوي ميم. انا مش محتاج قوي دلوقتي ر تساوي واو، لكن ما دام حضرتك اشرت للاستاتيكا انا كتبت ضفت كمان انه ر تساوي واو، لكن اللي يعنيني في قانون نيوتن الاول قاف تساوي. طب ما فيش وضع تاني، في اوضاع كتير تانية. ممكن عندك مثلا الرسمه اهي قوه تانية، يقول لك لو القوه الشخصيه مش الجسم موضوع على مستوى ما، لا القوه شخصيا هي اللي بتصنع مع الافق زاويه زي ما احنا شايفين، ولتكن قياسها هي، يعني انا بحرك الجسم بس في الوجهه اللي انا بشاور عليها دي، هل هيطلع معايا يا استاذ شعبان؟ بس خد بالك يا استاذ محمد في حته مهمه، أيه. الجسم يتحرك طبعًا. حركه منتظمه طبعا يعني بسرعه منتظمه. احنا كاتبين اهو بسرعه منتظمه، كل قانون نيوتن الاول كلمه السر فيه حركه منتظمه، او يعني سرعه ما فيش عجله يعني سرعه منتظمه. لا انا بسال حاجه تانية، هل لما انا هشده في الاتجاه ده الجسم هيتشد معايا يطلع لفوق، لا ولا هيتحرك على المستوى؟ هيتحرك، عشان بس هيتحرك هيحركوا بركبه وفقا القوه. لايه بقى؟ لمجموعه القوه اللي مع المستوى وعكس المستوى ثم العمودية فوق وتحت. طب نعمل ايه في القاف دي؟ لا خلاص احنا محترفين في الاستاتيكا، الكلام ده هينفعنا في الديناميكا. القاف نحللها قاف جتا ه ثم قاف جا ه.
وده معناه بالضروره ما دام الجسم يتحرك بسرعه منتظمه يعني حركته حركه منتظمه. اذا قاف هي دي معادله الحركه بقى في الشكل ده. قاف جت اهي تساويني. اذا تاني معادله حركه في الشكل الجديد انه بعد ما حللت مركبه القوه المائله على اتجاه حركه الجسم بقى عندي قاف جت اهي تساوي المقاومه. طيب تعالى ننتقل مباشره الى الوضع رقم 3. هعتبر ان دي كلها برضو لو انت عاوز يا استاذ محمد. أيوة. عاوز رد الفعل العمودي هيبقى ره ره زائد قاف جه بيساوي واو فوق بيساوي تحت. ره زائد قاف جه بيساوي واو. تيجي ننتقل الى الرسمه الثالثه. انا هعتبر كل دي ملحوظات لحل المسائل قبل ما نخش نستعرض مع بعض الافكار الكتيره على قانون نيوتن الاول. طب الرسمه الجديده اهي بيقول لك برضو حركه منتظمه. الجسم يتحرك بسرعه منتظمه بس المره دي يتحرك على مستوى مائل مش افقي. لا مستوى مائل. يا ترى هيتحرك على مستوى مائل صاعدا ولا هابطا؟ الاثنين صاعد والله ممكن يكون طالع زي الرسمه اللي على اليمين. أيوة. طالع بسرعه منتظم او هابط زي الرسمه اللي على الشمال وبرضو هيبقى هابط بالسرعه المنتظمه. طب نعمل ايه؟ والله احنا الكلام ده قتل بحثا في الاستاتيكا لكن تعال نفتكر الوزن الى مركبه الوزن طبعا بتتلغي وينزل مكانها واو جت اهي واو جه. طب هو طالع استاذ شعبان هو طالع المقاومة في اتجاه تبقى المقاومه فين؟ اكيد عكس الحركه. اذا فاثناء الصعود تبقى المقاومه الاسفل. طب ايه اللي بيطلعه؟ قوه تساعده على الحركه لاعلى. تكون في هذه الحاله معادله الحركه هي قاف تساوي ميم زائد واو جاه. مفيش اسهل من كده في الدنيا. لو عاوز رد الفعل العمودي ورد الفعل بالمره العمودي يساوي واو جتاه. ده كلام جميل. الاجمل بقى الناحيه الثانيه. هو المره دي هابط. يعني ايه هابط؟ يعني المقاومه اكيد عكس وجهه الحركه. يبقى ميم لفوق. يبقى المقاومه لفوق لكن مركبه الوزن ملناش دعوه بيها. واو جاه ما بتتغيرش زائد. طب القوه القوه مع اتجاه الحركه. اذا معادله الحركه في هذه الحاله قاف زائد واو جاه. شوف انت سبقتني ازاي بيساوي مين. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت استاذنا انه كمان اللي فوق بيساوي اللي تحت لان الجسم يتحرك بسرعه. انا دايما اقول عليه ايه يا استاذ شعبان؟ هو اكيد هو طالع او هو نازل مش بيتنطط. يعني ما دام مش بيتنطط يبقى فوق. يعني الريه نكتب المعادله ريه. اتفضل يا فندم. واو بيساوي ريه بيساوي واو جتاه. اتفضل. مش ممكن الجسم يهبط تحت تأثير وزنه فقط؟ ممكن وارد طبعا. تحت تأثير وزنه فقط. تيجي نعمل لها رسمة بسرعة منتظمة. اهو جسم اهو في مثال عليها طبعا. اهي ده جسم موضوع على مستوى يصنع مع الافقي زاوية قياسها اهي ومفيش قوة بتحركه ولا حاجة. ده هابط لاسفل تحت تأثير وزنه فقط. ده معناه انه في مركبة للوزن واو جاهي مركبة تانية واو جت اهي في مقاومة اكيد تعوقه عن الحركة. المرة دي مفيش قوة بتساعده على الهبوط. ده نازل زي ما حضرتك قلت تحت تأثير وزنه فقط. اذا من الاخر كده معادلة الحركة كالمعتاد واو جاه تساوي مين. لو عايز كمان تدخل رد الفعل في جملة مفيدة نقول رد الفعل هيساوي واو جتاه. ممكن اسأل سؤال؟ ماذا عن حركة الجسم الرأسية؟ طب قبل الحركة الرأسية اتفضل. طبعا مش ممكن الجسم هو على مستوى مائل وأصدنا عليه بقوة تمر على المستوى طبعا او قوة افقية حتى او قوة افقية. الكلام ده احنا قلناه فين؟ في الاستاتيكا كتير. يبقى لازم نحدد القاف الى مركبتين. ما قلنا الكلام ده في الاستاتيكا وهيجي في مسائل ما موجود بس احنا بنستعرض الحاجات الرئيسية بس اللي هي الحركة الافقية والحركة على مستوى مائل ثم الحركة الايه الرأسية. تيجي نكسب وقت استاذ شعبان بعد اذنك. طب الحركة الرأسية معانا اهي وفيها كلام كبير قوي 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 عايز اللي هي حركة الطائرات العمودية. ده مش بس كده. ده انا عايز في الملحوظة نمرة 4 دي ملحوظة مهمة قوي. عايز استعرض كده حركة الطائرات الهليكوبتر او الطائرات العمودية او المنطاد والبالون ودي مسائل امتحانات مهمة جدا جدا. وبعدها مباشرة عايز افرق بين اللي هنشرحه دلوقتي مع بعض ده وبين حركة جندي المظلات اثناء هبوطه لان الوضع مختلف تمام الاختلاف. خلي بقى موضوع جندي المظلات اثناء هبوطه فكر فيها كده على ما نشرح دي. لانه انا متاكد انه في بعض الناس بعد ما هنشرح دي وجندي المظلات استاذ شعبان
هيقولوا لي طب انت ليه شرحت موضوع البالون او الحركه الراسيه مره صعودا ومره هبوطا وما قلتلناش جندي المظلات ما هبوطا بينزل على وصعود؟ الارض ما هو فيش تمام. صعوده، هو في جندي مظلات هياخد المظله ويطلع؟ لا ده بيبقى نازل من فوق. طب إيه؟ الرسمه معانا اهي، دي بتاعت ايه بقى يا استاذ شعبان؟ دي حركه طائرات عموديه، عمودية. حركه طائرات هليكوبتر او منطاد او بالون، كلها نفس المعنى. اولا في حاله بس في الصعود، حتة بقى صغيرة كده، ايوه حركة الطائرات العمودية أو الهليكوبتر دائما الطيارة نازلة الطيارة طالعة قفل أعلى. ما ده اللي احنا عايزين نقوله بقى. يعني اولا قبل كده، هو ليه انت كاتب هليكوبتر ما تقول طائرات وخلاص؟ ليه كاتب طائرات عموديه؟ عشان لا يا يعني فندم، حركة الطائرات عمودية. ما بتطلعش كده، لا لا الطائرات العاديه تطلع بتطلع على كده، لكن في الحركه الراسيه الطائره اللي بتطلع راسيا دي طائره هليكوبتر او طائره عموديه، هم سموها اصلا طائره عموديه عشان بتطلع كده. المهم ما لهاش. في حاجه مهمه قوي حضرتك، مش لازم تاخد كده سرعتها قبل ما تطلع. يعني القصد ايه بقى اللي احنا عايزين نشير اليه، لانه كلام مهم قوي، انت سواء طالع او نازل، المنطاد، البالون، الطائره العموديه، سواء طالع واضحه هنا هي في الرسم او نازل، في الحالتين القوه اللي بتساعد سواء في الصعود او الهبوط قوه راسيه تعمل لأعلى. لاعلى. عمر قوة الموتور بتاع الطيارة ما ينزل، لو كان بيعمل ايه كانت اتضربت الأرض حضرتك يا استاذ اتكسرت. شعبان، اصلا ما فيش حاجه اسمها البالون او الطائره تهبط فيبقى القوه الاسفل، هي لو هتهبط مش محتاجه القوه الاسفل، ده هي نازله مع نفسها بفعل الجاذبيه بس هو الارضيه. قوة رفع الهواء أو هي قوة القوه دي انا بتحكم فيها، طبعا ده مش هنخش في تفاصيله في المنهج يعني، لكن القوه دي قوه رفع، وانا نازل بقللها فالطائره تهبط بس وانا خد بالك طالع من فوق. بزودها، لكن هي في الحالتين قوه رفع. حضرتك قلت قوه ايه؟ قوة رفع، اسمها كده قوه رفع. يبقى دائما القوه سواء صاعد او هابط قوه راسيه الى اعلى. نعم. نبص في الرسمه بقى مع بعض عشان نحدد اتجاه الوزن واتجاه المقاومه. الفرق الاساسي انه انا اثناء الصعود القوه قوه الرفع لاعلى، وما دام انا طالع تبقى المقاومه فين؟ اكيد لاسفل. طب يا ترى اخبار الوزن ايه؟ ما فيهوش كلام، على يبقى طول الوزن الاسفل. اذا معادله الحركه وكالمعتاد، يبقى علشان نكسب قاف وقت، قاف تساوي ميم زائد واو. ده في حاله ايه؟ ده في حاله الصعود. بينما في حاله الهبوط برضو برضه ما زلت باكد ان القوه قوه الرفع برضو الراسي الاعلى، رغم ان انا والوزن المره دي الرأسي اللي اسفل. رغم ان انا المره دي هابط مش صاعد. طب الوزن ده ما فيهوش كلام، قولا واحدا راسي لاسفل. ماذا عن المقاومه؟ اكيد عكس الحركه، مش محتاجه اذاكرها. ويبقى في انا الحاله هابط يبقى المقاومه عكس الحركه، قوه الرفع اسمها رفع يبقى راسي الاعلى، الوزن على طول لاسفل. اذا للمره الثانيه والاخيره معادله الحركه في هذه الحاله هي قاف زائد ميم تساوي واو. السؤال بقى الفني الخطير هو اللي جاي ده، بعد حركه المنطاد والبالون والطائرات العموديه الهليكوبتر، ماذا عن جندي المظلات اللي بيبقى طاير فوق في الطياره بتاعته ثم بيهبط من اعلى يبقى الى في اسفل؟ قوتين بيأثروا عليه، وزنه والمقاومة. وزنه الاسفل والمقاومه. المقاومة يعني يعني. جندي المظلات ده ما عندوش قوه رفع ولا ايه يا استاذ لا لا شعبان؟ لا. لا هو مش طياره. مره واحد طالب قال لي ايه؟ حضرتك بتشرح بتقول الطياره ليها العموديه الهليكوبتر ليها قوه رفع، طب البالون وانتوا بتشرحوا لنا بتقولوا البالون زيه زي الطياره، هو افتكر طبعا ده مش هزار ده بجد، افتكر ان البالون ده البالونه، لا 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 ده ده البالون البالون ده ده له بقى موتور بيحركه زيه زي الطياره، بيعمل قوه رفع بالون بالغاز. اللي هو غاز الهيليوم بيبقى ايوه يعني بيسخنوه طبعا ففي قوه بترفعه احنا لفوق. عشان ما عندناش تفاصيل الكلام ده، لكن بالون زيه زي الطائره. انما بقى المظلات، المظله دي ما فيهاش موتور، لا لا دي لا بتعتمد على مقاومه الايه؟ الهواء. الهواء. ولذلك احنا اشرنا اليها في ملحوظه هامه جدا اهي، نمره واحد معانا، في حاله هبوط جندي المظلات يبقى بسرعه الهواء منتظمه برضو بعد اذنك بسرعه ايه؟ منتظمة. كل ده في اطار دراستنا لقانون نيوتن الاول، يبقى الحركه المنتظمه. يحصل ايه بقى؟ اهو انت شايف ان اهو، الوزن بيساوي المقاومة هابط بقى. لاسفل، اذا سرعه منتظمه معناها انه تحت بيساوي فوق، الوزن راسي لاسفل والمقاومه مش قوه، لا مقاومه مقاومة. لاعلى، اذا معادله الحركه ميم تساوي. بسرعه كده معلومتين صغيرين قبل ما ناخد المساله الاولى اللي عندنا على قانون نيوتن الاول، لو تحرك جسم تحت تاثير مقاومه، هذه المقاومه هنشوف المسائل دي كتير تتناسب طرديا مع سرعته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ميم يعني المقاومه تتناسب مع عين. معناها ايه الحكايه دي؟ معناها حاجه من حاجتين، ان المقاومه تساوي ثابت في السرعه، او بمعنى اخر وده اللي يهمني في المسائل، المقاومه الاولى على المقاومه الثانيه بعد التغيير يساوي السرعه المناظره للمقاومه الاولى اللي سميتها عين واحد على السرعه عين اتنين.
طب ما ينفعش المقاومة تتناسب مع مربع السرعة؟ ينفع قوي. ما أستاذ محمد لما يقول لك المقاومة تتناسب مع السرعة، يعني إيه المقاومة تتناسب مع السرعة؟ كل ما المقاومة تتغير أو كل ما السرعة تتغير المقاومة ده تتغير. احنا عرفناه في دراستنا السابقة على انه تناسب طردي او تغير طردي، المقاومة تزيد السرعة تزيد، المقاومة تقل السرعة تقل. طب بسرعة بقى لو المقاومة تتناسب مع مربع السرعة نفس الكلام، بس يبقى ميم واحد على على ميم، ميم اتنين ايوه تساوي عين واحد تربيع على على عين، عين اتنين اتنين تربيع. انا عايز تربيع. بس اكسب وقت واخد بقى شوية مسائل على فكرة قانون نيوتن الاول. اول مسألة ظهرت معانا بتقول، مسألة بسيطة طبعا، بتقول قطار كتلته 112 طن، دي رقم 8 في تمارين 1-2، قطار كتلته 112 طن، قوة القاطرة بتاعته 5600 ثقل كيلو جرام، فإذا كانت المقاومة لحركة هذا القطار تتناسب طرديا مع مربع سرعته، عايز أكسب وقت قبل ما أكمل. أكتب على طول الكلام ده، يعني إيه المقاومة تتناسب مع مربع السرعة؟ من الآخر كده يعني المقاومة ميم تتغير مع عين تربيع. برضو ماذا يعني هذا الكلام؟ معناه زي ما قلنا من شوية. استاذ محمد، اتفضل يا فندم. نأجل المسألة ديت في للحلقة بداية الجاية. الحلقة اللي جاية ماشي. طبعا. اوكي. هو طبعا احنا زي ما لاحظنا استاذ محمد، مشكورا ان هو وضح قانون نيوتن الاول واستخداماته، لسه بقى مسائل. والملاحظات بتاعته، وهنكمل في الحلقة القادمة. نشكر استاذ محمد على المجهود اللي بذله، وفي الحلقة القادمة ان شاء الله هنكمل برضو قانون نيوتن الأول. الاول. Thank you.